بشكل استثنائي وفي واقعة غامضة فتحت الباب أمام الكثير من الأسرار التي احتفظ بها البيت الجزائري لسنوات طويلة. لكن برحيل بوتفليقة فك أسرها من بين الأدراج المغلقة وكشفت كيف كانت تدار الأمور. فما القصة؟ قضية هزت أرجاء بلد المليون شهيد، سقط فيها الكثير من الوزراء والمستشارين ليقبعوا خلف القضبان حتى ينالوا جزاءهم على ما اقترفته أيديهم من فساد مستشر بحق الشعب الجزائري. وزراء ومستشارون وكبار مسؤولي الدولة يقفون في تلك القاعة المهيبة ليقول القاضي كلمته الحاسمة ويصدر حكمه على تلك الأفعال التي أوقعوا بها الجزائر في فساد كبير دام خلال فترة حكم الرئيس الراحل بوتفليقة. لحظات حاسمة اقتربت من الحضور في هذا المشهد الصعب على العقول الجزائرية تصديقه، فكبار رجال دولتهم هم من فعلوا كل هذا ببلد المليون شهيد، والمقربون من الرئيس نفسه كانت لهم يد جامدة. بوتفليقة فعل ما لا يحمد عقباه حتى حانت لحظة فضح المستور والكشف عما كان يلقيه من حماية فاقت الحدود على وزير الطاقة الجزائري في عهده شكيب خليل، والذي نال ما لم ينله شقيقه. فسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان بداية سلسلة الفساد في الجزائر، فها هو يحرك ما أراده عبد العزيز بيديه ويدير الأمور من فوق كرسيه القوي. أوامر رئاسية بإلقاء القبض الدولي على وزير الطاقة في عهد بوتفليقة شكيب خليل وأسرته كانت هي نافذة نفي سعيد بوتفليقة التهم الموجهة إليه بجلسة التحقيقات التي وضعه فيها الرئيس الراحل. لدينا أسرار دولة لو فتحنا بها فهو أسس الدولة، فنحن على عمقنا ولا نمس بالجزائر عزيمة، وقلت لك لضحية التواصل الاجتماعي. لكن مكالمة هاتفية دخل فيها بوتفليقة على خط الأزمة مع وزير العدل آنذاك الطيب لوح يأمره بشكل مباشر الرئيس بإلقاء القبض على شكيب خليل وأسرته. لحظات حاسمة حانت للظهور في القضية التي شغلت الرأي العام ببلد المليون شهيد، فالقاضي يحاول أن يصل مع شقيق الرئيس بوتفليقة إلى أن من كان السبب في هذا الفساد هو الرئيس نفسه. مستشار بوتفليقة وشقيقه لا يقوى على حمل ما لا يطيق، فالمفاجأة حان وقتها ليعترف بأن من كان يخطط ويدبر الأمور هو رئيس الجمهورية. أدلة دامغة حان وقتها بالجلسة المهيبة التي يدلي فيها سعيد بوتفليقة بشهادته أمام المحكمة في قضية وزير الطاقة الجزائري في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة. الخيوط العنكبوتية التي بدأ بوتفليقة غزل خيوطها بدأت في العودة إلى محاوطته، فها هو سعيد يشير بأنه لم يفعل شيئاً بإلغاء القبض الدولي على شكيب وأسرته من تلقاء نفسه. صورة مؤسفة وضع رئيس الجزائر الراحل نفسه بها في قضية فساد طالت أركان البلاد، فها هو القاضي يوقع شقيق الرئيس في شر أعماله بعرض كشف للاتصالات التي حدثت بينه وبين خليل وبين وزير العدل آنذاك، فأسدل الستار على الأزمة الغامضة التي هزت أركان المجتمع الجزائري بالحكم الفوري على سعيد بوتفليقة بالسجن المشدد 20 عاماً لاستخدامه سلطاته من أجل إعاقة السير الحسني للعدالة في القبض على شكيب خليل وأسرته.